النور إخواني، مساء الأفراح والمسرات. حقيقة أن هذا الماء يجري بما يشتهيه ولا تشتهيه هذه المضايق الجميلة، مضايق زاوية سيدي حمزة الإخوان. منظر طبيعي رائع. اليوم تولت الأفراح والمسرات على الشعب المغربي الحمد لله، المسيرة الخضراء، وكذلك ما نساوش نجاح ترامب. هو العظمى الأولى اللي اعترفت بالصحراء المغربية، وحقيقة أن السفن تجري بما تشتهيه، بأن الرياح تجري بما تشتهيه سفن المغرب. هي كتجري يا إخوان، والحمد لله الخيرات هانت، الحمد لله، على قمة جبل عياشي راها الإخوان. أشوف الشمس، منطقة رائعة، منطقة صراحة يجب تثمينها، والدعوة إلى زيارة مثل هذه المناطق الإخوان. هانت المضايق والمياه تبارك الله جميلة جدا. الجبل، الماء، الأشجار، أنت الإخوان، أنت الإخوان. مناطق صراحة رائعة، لكن كيخصها يعني تعريف، وكيخصها وقت الصيف كيكون الإخوان الماء هنا. حتى اللي بغى يدير شي زيارة ولا بيكنيكي ولا يجلس عند وزيامات، هاد المضايق هادي راه حتى زاوية سيدي حمزة وهي المياه. أنا غير في بداية المضايق، واحد المناظر صراحة رائعة. يا الإخوان، الحمد لله اللي على نعمه، اللهم أدم الاستقرار والأمن والطمأنينة على المغرب وعلى شعب المغرب، الحمد لله. يا الإخوان، والواد تبارك الله بفعل ذوبان الثلوج. المياه كي دايره الإخوان، شوابس. نتمنى يعني تكون فيها، ترجع فيها لتربيت، كانت واحد الوقت هاد المنطقة عامرة بلا تربيت الإخوان. يا زاوية سيدي حمزة معروفة بلا تربيت، أنا هي خزان استراتيجي لا تربيت في المغرب، كانوا كيديوها الإفران لاكونسيال. الإخوان، الحمد لله. والإخوان، الجبل، الماء، الخضرة، الحمد لله على كل حال. مساء النور وتحياتي لكم، وعيدكم سعيد.